مرحبا بكم مشاهدي الكرام في نشرة الثامنة من الموريتانية والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الإسكان والعمران والمستشفى الترابي تعطي إشارة انطلاق إشغال المكونات الأخيرة في مشروع 630 سكنية بمدينة الزوالات. رايح كان تستهدف مرسى بتراجع عن سباق كان متوقعا بشأن وقف العنف في سوريا. وفي ملف النشرة لهذه الليلة تتابعون حوادث السير الحصيلة المخيفة. مرحبا بكم في التفاصيل. أعطت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي إشارة انطلاق إشغال المكونة الأخيرة من مشروع 600 وحدة سكنية في مدينة زوالات. جاء ذلك في إطار الجولة التفقدية التي تقوم بها الوزيرة لبعض مشاريع البنى التحتية الجاري تنفيذها من طرف القطاع في مناطق مختلفة من البلاد. هكذا أعطت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيدة آمال متمولود إشارة انطلاق أشغال المكونة الأخيرة لمشروع 600 وحدة سكنية بمدينة زوالات. السيدة الوزيرة تلقت شروحا قدمها القائمون على المشروع الذي يتضمن إنجاز شبكة للصرف الصحي تمتد على مسافة 17 كيلومترا إضافة إلى 3 كيلومترات من الطرق الحضرية. السيدة الوزيرة تفقدت نماذج من الوحدات السكنية واطلعت على العمل في هذه المنشآت السكنية وأعطت تعليماتها باحترام الآجار المحددة والمعايير المعمول بها. مشروع إنجاز 600 وحدة سكنية تموله شركة سنيم وصندوق الإيداع والتنمية بغلاف مالي يفوق 7 مليارات أوقية وتنفذه الشركة الوطنية إسكان. ومن المتوقع أن تكتمل الأعمال في هذا المشروع بداية شهر نوفمبر القادم. إنجاز المشروع جاء لتوفير السكن في مدينة زوالات التي تشهد نقصا ملحوظا في هذا المجال. زيارة السيدة الوزيرة لمدينة زوالات تدخل ضمن جولة لها في بعض ولايات الوطن للتعرف على سير الأشغال في بعض مشاريع البنى التحتية الجاري تنفيذها من طرف قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي. ذات موقع مجمع العيادات بوسط العاصمة نواكشوط عنوانا لمجموعة من التناقضات فضلا عن زحمة المرور الخانقة في محيط العيادة تغزو جنبات هذه المنشأة الصحية ظواهر ومسلكيات غريبة. الزميل أحمد والشريف المختار أعد ريبورتاجا حول هذا الموضوع. هنا وسط العاصمة يقع مجمع العيادات، هنا تتقطع طرق العاصمة وتتلاقى متناقضاتها، القمامة والمستشفى وعرجة الباعة وأشتات البشر بين عادل وقاصد لحاجته. يعني مليت مزروب الترافي قدام المواطنين هذا ما يلا ما يلا نزروب قدام هذا ما معلوم لي صحة ولا معلوم لي يضر يجيب الأمراض. أنشئ هذا المجمع بتمويل إسباني في ثمانينيات القرن الماضي ليصبح ثاني مستشفيات العاصمة بعد مركز الاستقبال الوطنية. كان من قبل سرة واكشوط قبل أن تمضي العاصمة باتجاهاتها. قبالة المجمع محطة لبيع البنزين ملاصقة للصيدليات ومحلات بيع الخشب والحديد وأخلاط من باعة الفواكه والملابس المستعملة وأطعمة جاهزة مظهرها جدير بسد الشهية. السكرين تاع مازال عندي صعب نسخ والوتات ما تحسن بما أي نظام مثلا فالماشية تقطع طالي لو لك وتجاهية قطع على الأقل سابقا سابقا نظم الوتات وطبعا قاعد نصبلو كلينيك. يتصور حائط المجمع بأخذية لمدعي التطبيب يقولون إنهم يداوون بالقرآن والسنة وبعض الأعشاب ويمنعون تصوير ما في أخذيتهم. تجاور الأخذية عيادات ليست بالتقليدية وبعيدة في مظهرها على الأقل عن الحداثة. عندنا شنو الأخبار نبيعو شنو الشجرة هاي كيف سدر وعيش ويزك يجينا بقاش يبقى يكون شنو نقولو وبعدين هذا حشد كلينيك هذا حيطه نطلبوا رزاقنا وفينا الناس ما هي واحد أشكال هذا أبقى مخام راح يمشي كل راجل مؤمن وصادق إيمانه بالله ما هي الله راح يفعلنا من المسائل باليوم اللي كانوا جايبين يجيبوا الرسم. بعد أن كان من أفواه سكان العاصمة في 90ميات القرن الماضي
هو بوليكلينيك يمضي ليصبح مجمعا لمتناقضات العاصمة بدل اسمه الذي كان مجمع العيادات بنواكشوط. من تناقضات مجمع العيادات بنواكشوط إلى منطقة كارانوت نواريبو التي تعد نقطة جذب للباحثين عن الراحة والاستجمام بعيدا عن ضوضاء المدن وصخبها. تشهد مدينة نواريبو هذه الأيام وخاصة بعد تساقطات المطر ارتفاعا في درجات الحرارة وضعية جعلت سكان العاصمة الاقتصادية يقبلون بشكل لافت على منطقة كابانو الساحلية التي تعتبر من أبرز المعالم السياحية في هذه المدينة. حركية لافتة تشهدها شواطئ كابانو مع ساعات الظهيرة الأولى وترتفع وترتها مع المساء حيث تتواجد الأسر والزوار للتمتع بمناظر البحر الخلابة التي تزداد روعة مع حلول غروب الشمس. منطقة كابانو هذه منطقة سياحية بكل المعايير، فيها بالاستجمام وراحة النفس بحكم مناظرها وجوها اللي مريح، وما شاء الله الناس تجيها كان خاصة في فترة الصيف والحمال، ومنطقة عندها مقدرات هائلة للسياحية، ونحن تبارك الله نشوفها في أيام العطل الصراحة. بالنسبة ل هذا اللي قالوا كمانو هذه الفترة التالية وعدلوا ياسر من شيزين وعدلوا زقدرهات، مع انه ما كان خالد كان في كابانو ومندورين فيه قزرات ودقدقوا عنه ويربطهم عنهم يضاعفوا الاعمال في السياحة هناكية، وعادت عنده مناظر يبيعات الناس تجي وتستراح هناكية. اقبال المواطنين على منتجع كابانو السياحي يتواصل حتى ساعات المساء حيث تتواجد أعداد كبيرة من الزوار لقضاء وقت خارج المدينة والتمتع بالنسائم التي تصدرها أمواج المحيط الأطلسي. ملف النشرة لهذه البعيدة يتناول حوادث السير في طور ارتفاع أعداد ضحايا السرعة الزائدة، وذلك تحت عنوان حوادث السير الحافلة المخيفة. دوليا زادت مصادر عسكرية ليبية في قوات عملية البنيان المرصوص بمقتل 14 من عناصرها وإصابة آخرين في هجوم على آخر معاقل تنظيم داعش في مدينة سرت شرقي البلاد. وكانت المصادر ذاتها أن ساحة القتال تشهد حالة من الهدوء لإعداد خطط عسكرية وشن آخر هجوم على التنظيم وطرده كليا من المدينة. أعلنت واشنطن اليوم عدم التوصل إلى اتفاق كان متوقعا مع روسيا بشأن وقف العنف في سوريا، متهمة موسكو بأنها تراجعت حول بعض المسائل الصعبة من دون أن تكشفها. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما صرح في وقت سابق على هامش قمة العشرين المنعقدة في الصين أن واشنطن تتفاوض مع روسيا حول وقف العنف في الحرب المدمرات في سوريا، مشيرا إلى أن هذه المسألة معقدة للغاية. تنعقد في مدينة خانجوا الصينية قمة العشرين تحت شعار نحو اقتصاد عالمي ابتكاري ونشط ومترابط، وتبحث القمة التي تستمر يومين سبل تحقيق نمو اقتصادي عالمي قوي ومستدام. تحت شعار نحو بناء اقتصادي عالمي نشط ومترابط وشامل انطلقت في مدينة خانجوا الصينية قمة مجموعة العشرين. وحث الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال افتتاحه القمة قادة مجموعة العشرين على دعم الاقتصاد العالمي حتى يتمكن من نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل. وقال الرئيس الصيني إنه من أجل دعم النمو الاقتصادي العالمي يتعين أولا على الدول الأعضاء في مجموعة العشرين تعزيز التنسيق في سياسات الاقتصاد الكلي والدعم المشترك للنمو وحماية الاستقرار المالي وابتكار نماذج النمو الخاصة بالدول الأعضاء واستكشاف محركات جديدة للنمو. وأضاف الرئيس الصيني أنه على الدول الأعضاء في مجموعة العشرين تحسين المحكمة الاقتصادية العالمية وضمان الآلية، مبرزا أنه يتعين تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة من أجل دعم النمو الشامل.
وأكد الرئيس الصيني على ضرورة تغيير مجموعة الأشياء الكبرى وتحويلها من منتدى للنقاش إلى آلية عمل حقيقية، مضيفا أن مجموعة الأشياء يجب أن تتوافق مع الواقع الجديد، داعيا دول المجموعة إلى إقامة اقتصاد عالمي منبثق والتخلي عن فرض تدابير لحماية جمركية جديدة في مجال التجارة، وشدد على ضرورة مواصلة تبسيط وتحرير التجارة والاستثمار. وتبحث القمة العديدة من القضايا الاقتصادية إضافة إلى عبرة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، كما ستمثل فرصة لعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية بين قادة الدول الكبرى وسط شكوك حول بعض القضايا كخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونزاع بحر الصين الجنوبي وأزمة اللاجئين. وعلى هامش قمة العشرين تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتعاون بلاده مع تركيا من أجل إحالة مخططي ومنفذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في تركيا يوم 15 من يوليو الماضي للعدالة. وكانت حدة التوتر في العلاقات بين الحليفين العضوين في حلف شمال الأطلسي الولايات المتحدة وتركيا قد تصاعدت بشكل حاد منذ وقوع المحاولة الانقلابية وبعد حملة الاعتقالات الواسعة التي قامت بها السلطات التركية ضد ما وصفتهم بالطالعين فيها، ومطالبتها واشنطن بتسليم فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل. لقي 35 شخصا مصرعهم في حصيدة أولية وشرح العديد جراء صدام حافلة ركاب بصهريج وقود في ولاية ثابل الأفغانية. وتعد طرق السير بأفغانستان من ضمن الأخطر على مستوى العالم، حيث تحصد حوادث السير سنويا الكثير من الضحايا. قتل 35 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 20 بجروح في حادث تصادم حافلة بصهريج وقود وقع في ولاية زابل الأفغانية الجنوبية. وكانت حافلة نقل الركاب هذه متوجهة من قندهار إلى كابول عندما اصطدمت بصهريج وقود، الأمر الذي تسبب في اندلاع حريق أودى بحياة عدد من الركاب وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وكان 73 شخصا على الأقل قتلوا في مايو الماضي عندما اصطدمت حافلتان بصهريج وقود في ولاية غازني الشرقية. يذكر أن الطريق العام الذي يربط بين العاصمة الأفغانية كابول وقندهار يمر في مناطق ينشط بها مسلحون، مما يجبر العديد من سائقي الحافلات على القيادة بسرعة من أجل تجنب هجمات المسلحين في هذه المنطقة. أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتارسي حالة انعدام القانون في البلاد بعد تفجير بسوق ندى لمقتل 14 شخصا في مدينة دافاو مسقط رأسه وتبنته جماعة أبو سياف. وضرب الانفجار سوقا مفتوحا خارج فندق ماركو بولو في مسقط رأس الرئيس رودريغو دوتارسي الذي يتردد عليه كثيرا، وكان حينها موجودا فيه لكنه لم يصب بأذى. وكان الرئيس دوتارسي قد قلل في وقت سابق من شأن شائعات عن وجود مخطط لاغتياله. تشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع كبير في حوادث السير بسبب السرعة الزائدة وعدم احترام شروط السلامة من طرف مستخدمي الطرق. ومع حلول فصل الخريف تزداد حركية السير على الطرق الداخلية، حيث يفضل سكان المدن قضاء هذا الموسم مع ذويهم، الأمر الذي يرفع درجة المخاوف بشأن سلامة المسافرين. تأني السلامة وفي العشرة الندامة، مقولة تجد اليوم السبيل إلى تكرارها أكثر من أي وقت مضى. والسبب هو كثرة السالكين للطرق الطويلة من أفواج المواطنين الراغبين في قضاء العطل السنوية والسارقين من الوقت أقل لقضاء عطلة الأسبوع بين مناظر الخليج وأجوائه. لكن مع وعورة الطرق وتهالك جنباتها وازدحام السيارات عليها، أمور تسببت في ارتفاع غير مسبوق في عدد حوادث السير خلال الفترة الأخيرة. بالنسبة لحوادث السير طبعا سببهم الرئيسي قلة القياسة والسرعة المفرطة،
والله تعب الشديد اللي خارج من الناس اللي يسافر في الليل والله يسافر ما هو محضر سفر لا يتم في جماعة يقول لا يسافر ويعود مثلا بيت سهران البارح تعب نعاس بنت التركيز تلفونات مولي معاي تلفونات يعود واحد وهرعات مشاهدة يعود واحد كان متبارك مع تلفون واتساب والله الروايات اللي عادت في تلفونات وعد الحادث يربي لما كان منتبه. مخيفة هي الأرقام التي تتحدث عنها الجهات المعنية حيث يناهز تعداد المتضررين من الحوادث سنويا أكثر من 3000 شخص تصل نسبة الوفيات منهم سنويا ما بين 200 إلى 300 شخص ناهيك عن المخلفات الكثيرة التجليات كالإعاقة الدائمة والإعاقة المؤقتة والاضطرابات النفسية والصدمات ذات الانعكاسات المتعددة وهل مجرى 2000 ضحية الحوادث 2000 ضحية معدلا أنا هذا من السنوات اللي يعود 2000 زايدين من السنوات اللي يعود 1900 من السنوات اللي قرب قاعد من 3000 بالنسبة لحاجة اللي 2015 وسجلت طبعا اللي عنها 2390 ضحية الحوادث 2390 والله قاعد شو 90 ضحية الحوادث ويموتوا منهم للأسف الشديد زادوا معدل 180 سنويا وهي زاد يزيد من السنوات اللي يمشي لين 190 من السنوات اللي يمشي لين 200 قتيل للأسف الشديد حوادث. بالنسبة لأنواع الإصابات حسب تتفاوت ضمن الإصابات اللي خطيرة خصوصا إصابات العمود الفقري وإصابات الكسور المفتوحة وهذه بالمناسبة هي اللي تخلف والله تخلي أكبر نوع من 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 الإعاقة بين اللي حد أعوذ بالله أصاب عمود الفقري ينصاب الأعصاب هو اللي يودي الشلل عشان تشوف ورقاش ما تري ما تلاقي قوة طرد شوف الرجاج ما تلاقي يتحكم في أعضاءه حسب مستواه يعني يعود إصابة في الرقبة يعود الأعضاء كامل الأربعة ما تلاقي يتحكم فيه يعني تعود الإصابة ظهر يعود الأعضاء تحتاني يحرك يدي يقر أعضاءه ما يحركه. قسم الكسور في المستشفى الوطني ضاق ذرعا بضحايا حوادث السير الوافدين إليه من كل المحاور الطرقية للعاصمة نواكشوط كانها أوكالي مصرية غير ماضي مشينا وعدينا بريدوته بقايتنا على ذلك الطريق خلطنا مولانا معاوته الحمد لله يا قدوة السبزين وهون سبق أنا الحقنا في الخلية وهذا طالي عزيز ماشي بقايتي بريدوته مشاهده ومولير ويتلا منين مثلا خلق الحاج سبدني شوار ضرب زاي من عاد يامس أقبلهم وقالوا عن إمكانياتهم معهم قادرين إنه يعقبون والله له داونة باطلة ونزينا إلى يامس الحمد لله من يامس إحنا هون وياسر مبارد المولان في سنة المالي فهم جاذي أبل حسن حصني صور قد هذا جاذي بيت سنة تقريبا دون وبرد سواء على أربعة قبل أن بلازونا وزيتنا بطلب في ما شاء الله ساعة كيفية حرف جيدة إن شاء الله. السرعة المفرطة والحمولة الزائدة وعناد السائقين والإرهاق وغياب الرقابة الصارمة في هذا المجال أمور فاقمت من حوادث السير بشكل أكبر. طالبين السائقين عنهم لا يواصل الحالة كانوا تم خفوا من السرعة ويتموا يلتزموا ياسر من السطور عفوا عن هذا داش من الحديد وماشي بها داش من الأكيد ويقولها وحدث من الكارثة شوية. هدى مستشفى حمد بمدينة بوتينيميل يستقبل هذا الطاقم يوميا ضحايا حوادث السير على الطريق الرابط بين بوتينيميل ونواكشوط حيث تسجل سنويا أكبر نسبة لحوادث السير سيارات من مختلف الأجناس وشاحنات من كل الأحجام كانت عرضة لحوادث السير تسببت في زحق الأرواح وإتلاف الأموال لا تمحرك في هؤلاء الشباب روح الوعي فأطلقوا مبادرة تحسيسية للحد من حوادث السير فاتخذوا من التفريد نقطة لإيصال صوتهم وتبليغ رسالتهم النبيلة. نقوموا أساسا بتحسيس السائقين على مخاطر السرعة ونقوموا على تنبيههم أساسا على تهالك شبكات الطرق كما تعرفوا أن خط الأمل للأسف يعني على فوز تم الكثير من الحفر مما يسبب الكثير بالحقيقة
من الحوادث، معنى ان نجبر السائق ان نحسوا على مخاطر السرعه الزائده ونحسوا هم اللي على الحفر الموجوده، وهذا يستدعي بالحقيقه منه انه يقلل او يخفف من السرعه، وحتى هم اللي راكبين عندهم رسائل اخرى من خلال انهم يهتموا بسرعه السائق ويركزوا عليها اساسا، يركزوا عليها، لان السائق يجب ان يموت عنده بالحقيقه ركاب مسؤولين ويعرفونه يحسوا السائق بمخاطر السرعة اللي قد توجي بهم هم إلى السائق. وبين هذا وذاك يبقى الحد من السرعة وتجنب الإفراط في الحمولة وتوخي الحيطة أمور لا غنى عنها لتحقيق السلامة والمحافظة على أرواح المسافرين، فأن تصل متأخرا خير من أن لا تصل. قدمنا الله وإياكم من كل سوء ومكروه. نشرتنا انتهت إلى تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزيرة الإسكان والعمران ولإصلاح ترابي تعطي إشارة انطلاق إشغال المكونات الأخيرة من مشروع تسميات وحدة سكنية بمدينة الزولات. واشنطن تسهم موسكو بالتراجع عن اتفاق كان متوقعا بشأن وقف العنف في سوريا. وفي ملف النشرة لهذه الليلة تابعتم حوادث الطير الحافلة المصيرة. ختاما تحية مني ومن باقي فريق العمل، إلى اللقاء بإذن الله.